بعد 3 أيام مليئة بالأنشطة المتنوعة، انتهت نشاطات العيد الوطني للشباب التشادي دورة 2022 بمدينة آتيا. في الحفل الختامي تم توزيع شيكات إلى عدد من الشباب القادمين من مختلف ولايات البلاد، ويعد تسليم هذه الشيكات بداية تنفيذ العملية التي من المفترض أن تخلق في نهاية المطاف 50,000 فرصة عمل للشباب. إنها هدية من الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس دبي إتنو. رئيس المجلس الوطني للشباب التشادي أبكر دانغايا شجع المستفيدين على الاستفادة الجيدة من الشيكات المتلقاة وتنفيذ المشاريع التي اقترحوها فقط. والي ولاية البطحة جمتا بن درغون قال إنه لاحظ بارتياح أن الشباب لم يكتفوا بالتبادلات الشخصية، لكنهم فتحوا التفكير على مستويات مختلفة لتبادل رؤاهم حول المشاكل الناتجة عن الأزمات وإدارتها. وفي التوصيات أوصى الشباب الحكومة بمنح حصة تعيين للشباب في المناصب الإدارية المختلفة وبناء مراكز متعددة الوظائف للشباب في 23 ولاية. أمينة الدولة في الشباب وقيادة ريادة الأعمال فاطمة بكركوسي في كلمتها الختامية هنأت لجنة التنظيم بالنجاح التاريخي لهذا الحدث. وفيما يتعلق بالتمويل تقول إنه سوف يمتد تدريجيا ليشمل جميع المحافظات والولايات بالبلاد. وفقا لها كان هذا العيد فرصة حقيقية لتبادل وإعادة تأكيد التزام الشباب بأن يكونوا مواطنين نموذجيين. هذا وقد قدم الشباب شهادة شكر وعرفان إلى أمينة الدولة في الشباب وقيادة ريادة الأعمال، وشهادة أخرى إلى وزير الشباب والرياضة. هذا ونشير إلى أن النسخة العام القادم 2023 ستجري بمدينة بالا بولاية مايوكبي غرب.